الأعمال بخواتيمها والمؤتمرات بصورها التذكارية والصورة الواحدة بألف كلمة كما يقال. ولأجل التقاط الصورة التذكارية لقمة مجموعة العشرين في الأرجنتين يتوافد القادة، ومن أوائل الواصلين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بضع خطوات ثم يتوقف ويقف. هذا مكانه الذي ربما اختاره له المنظمون. بروتوكوليا قد يكون هذا أمرا عاديا وقد لا يكون، لكن ما هو أكيد هو أن هذا المكان سيتسبب في حرجين ويشير إلى دلالة. الحرج الأول حين دخل القادة الكبار ومعظم المشاركين دون ما التفاتة أو مصافحة لولي عهد السعودية، والحرج الثاني سيكون أول المغادرين وحيدا كما دخل. وأما الدلالة فتكمن في أن الأمير بلباسه العربي وتمثيله بلاد الحرمين لا يمنع معهما المرء نفسه من أن يخلط بمرارة بين حافة الصورة وحافة العالم. تجمد هذه اللحظة في صورة وإلى الأبد. في صورة أخرى للقادة وعائلاتهم عقب عرض مسرحي على هامش القمة، يقف ولي العهد السعودي أيضا على حافتها. هي معاملة أقل من المستوى الملكي حظي بها ولي العهد السعودي في القمة وفق تحليل الواشنطن بوست. الديلي تيليغراف علقت على الصورة الجماعية بقولها: إن الأمير محمد بن سلمان وجد نفسه في مساحة فارغة وعلى الهامش من حيث الحضور والدبلوماسية. في تدارك لمشهد المنصة ظهر الأمير محمد بن سلمان في لقاء بالرئيس الفرنسي وقوفا ولدقائق، وهذا ما دار بين الرجلين. يكمل الإليزي الصورة بالقول إن الرئيس الفرنسي نقل رسالة حازمة جدا بشأن قضيتي اليمن وجمال خاشقجي، وقوبل حزم وصرامة ماكرون بابتسامة مغلفة بالحرج وفق وصف الإليزي. ولي العهد السعودي هذه المرة لم يكن وحده المحرج، رئيسة وزراء بريطانيا كانت كذلك، وإن اختلفت بواعث حرج كل منهما. فحرج ماري حسب ما يرى متابعون ترجم في وجوم وجهها وجمود تعابيره على غير العادة في مجاملات شكلية وخصوصا أمام الكاميرات. لعل مكتب رئيسة وزراء بريطانيا فسر خطورة اللقاء حين أشار بشكل لافت وواضح إلى أن لندن تحتاج من الرياض إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة. هذا الكلام جاء في إطار تأكيد البيان على أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن واقع قتل جمال خاشقجي التي وصفها البيان بالمروعة. لقاءات القادة بولي عهد السعودية تبدو أقسى من تجاهله، إذ هيمنت عليها مطالب تصل إلى حد الإملاءات المنبثقة عن مشهدين: الموت والجوع في اليمن والقتل والتقطيع الوحشي لجمال خاشقجي. المشهدان رسما صورة ذهنية قاسية استعصى على كثير من القادة دفعها. الأمر أصبح في حاجة إلى إنقاذ ومنقذ، فيأتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يلتقي الرجلان، لم تكن مصافحة كالتي يتبادلها القادة، بل ضرب كف بكف وكأنهما صديقان قديمان. تقول القاعدة: إن صديق العدو وعدو الصديق هو عدو، لكن روسيا حليفة إيران، عدو السعودية الأبرز وخصم حليف الرياض الأهم أي الولايات المتحدة. اختلال في القواعد وتجاهل ومكانة تتهددها الإملاءات، يجري كل هذا تحت الأضواء. فهل فوجئ به ولي عهد السعودية، أم إنه جاء أصلا إلى هنا لا طلبا للربح بل للخروج بأقل الخسائر؟